بمعنى بصوا يا جماعه انا برسم كل عنصر بتركيب الكونكتيف تيشو على انفراد، بمعنى انا درست الاول الخلايا وبعدين درست الالياف وبعدين درسنا الماتريكس، كل حاجه منفصله. انواع الخلايا كام؟ يو ام سي، بيريسايت، فايبروبلاست، فايبروسايت، وايت فات سيل، براون فات سيل، ريتيكولار سيل، ماست سيل، بلازما سيل، ماكروفاج، اكسترافازيت ليكوسايت. دول انواع الخلايا منفصله. وبعدين درسنا الالياف منفصله، الالياف ثلاث انواع، كولاجين والبلازما. وبعدين درسنا الميتريكس لوحديها وعرفت ان هي معموله من جراوند سابستنس وديشو فيلم. يبقى انا الاول درست ايه؟ كل عنصر منفصل لوحده، الخلايا لوحديها والالياف لوحديها والميتريكس لوحديها. وبعدين بدات اعمل تشكيل. يعني ايه تشكيل؟ اخلط بعضا من السنس مع بعضا من الفايبرز واعمل منهم نسيج اسمه كونكتيف تيشو. بمعنى انا درست 10 خلايا وثلاثه فايبر، يعني درست كم عنصر تقريبا؟ 13. ابتديت اصنع من ال 13 عنصر ده انواع مختلفه من النسيج الضام او الرابط، بحيث ان ما يبقاش عندي نوع واحد فقط من النسيج الضام او الرابط، يبقى عندي انواع متعدده. بمعنى لو انا جيت حطيت كل السلز اللي انا درستها ال 10 انواع وكل الفايبرز اللي انا درستها الثلاث انواع وحطيت معاهم جراوند سبستنس كتيره، اسمي الكونكتيف تيشو ده لوز هاي، سمي نمبر ايه؟ لوز هاي. يبقى ده نوع واحد من الايه؟ من الانواع. النوع ده يشمل ايه؟ اول سلز واول فايبرز وكميه كبيره من الايه؟ من الميتريكس. هل كل انواع الكونكتيف تيشو بتحتوي على الخلايا اللي انا قلتها جميعها ال 10؟ لا، ده النوع الوحيد اللي فيه كل الايه؟ سلز والفايبرز والميتريكس. خلاص كده؟ طب يبقى اذا عندي انواع ثانيه من الكونكتيف تيشو، درسنا انواع ثانيه من الكونكتيف تيشو. لو جيت سالتك كده ايه الانواع الثانيه اللي احنا المفروض نعرفها من الكونكتيف تيشو، اديكي حضرتك تقول لي لو في نوع كان بتبقى فيه كتير قوي الخلايا دي اللي هي اسمها ايه السم دي؟ فات سم، خدام السم المره اللي فاتت، اسمي الكونكتيف تيشو ده اديبوز كونكتيف تيشو، اسميه كلمه ايه؟ اديبوز كونكتيف تيشو. بمعنى ايه؟ بصوا كده انا هاجي ادرس وفين راح فين؟ فهمت احنا بنعمل ايه؟ كل
بنيجي ناخد مجموعة من السمت مجموعة من الفايزز وبعدين نبتدي نعمل منهم أنسجة مختلفة. أنسجة يعني مش مجرد بدرس الخلايا لوحديها، ده أنا بدرس النسيج. يعني في يوم جيت درست السل دي وعرفت إن اسمها ريتيكيولر، ودرست الفايبر دي لوحديها وعرفت إن اسمها ريتيكيولر فايبر، يبقى السل اسمها لوحديها ريتيكيولر سل، والفايبر المنفرد اسمه ريتيكيولر فايبر. الاثنين مع بعض عاملين نسيج اسمه ايه؟ ريتيكيولر كونكتيف تيشو. اذا في فرق ما بين سل وفايبر وتيشو. السل الخلايا لوحديها اسمها ريتيكيولر سل، والفايبر الالياف لوحديها اسمها ريتيكيولر فايبر. تجمع السل مع الفايبر مع كم من الماتريكس اسمي ده على بعضه ريتيكيولر كونكتيف تيشو. خلاص كده؟ يبقى انا لحد دلوقتي درست كم من انواع الكونكتيف تيشو؟ نمبر 1 لوس أليف، نمبر 2 وايت أديبوز، نمبر 3 راون أديبوز، نمبر 4 كريتيكيولر كونكتيف تيشو. اوكي طب بصوا بقى، وتقسمنا نوع كمان من الكونكتيف تيشو اسمه ايه؟ ميكويد. اسمه ايه؟ ميكويد كونكتيف تيشو. يعني ايه ميكويد؟ يعني ايه ميكويد؟ مغاطي. يعني ايه مغاطي؟ انا دايما عندي ثلاث عناصر من بناء الكونكتيف تيشو. فايبرز وسلز وماتريكس. لازم عندي ايه؟ فايبرز وسلز وماتريكس. لو انا جيت سالتك كده اللي خدناه امبارح ده ميكويد. ميكويد يعني مخاطي. في طلبه للاسف سالوني الحصه اللي فاتت تقصدي ليه مخاطي ده اللي موجود في الانف؟ ليه ما بنقولش مكانه في الانف؟ لا ده نسيج من الكونكتيف تيشو. طبيعته مخاطيه لزجه. يعني ده كونكتيف تيشو يعني معمول من ثلاث عناصر. ايه هما؟ سلز فايبرز ماتريكس. لكن مين السائد؟ الماتريكس. وطبيعه الماتريكس هنا لزجه مخاطيه عامله زي الميوكس زي المخاط. ويقصد بيها مخاط زي بتاع الانف؟ لا، يقصد بيها زي مخاط الانف في الملمس بتاعه بس اللزج. لكن مش هي المخاط اللي هو جاي من مناخيرك ده، لا ده هي طبيعته بس بيشبهه بالمخاط. خلاص؟ سميناه ده ايه؟ ميكون. طب معمول من فايبر اهي اسمها كولاجين او ريتيكولر، ومعاه سل اسمها فايبروبلاست، ومعاه سل زي اسمها ايه؟ فايبروبلاست. يبقى ده نسيج. النسيج مكون دايما من ثلاث عناصر. ايه الثلاث عناصر المكونه له؟ سل، خلايا، فايبر، الياف، ميتريكس، نبته توجد في الخلفيه. نوع السل فايبروبلاست، نوع الفايبر كولاجين وريتيكولر، نوع الماتريكس كمية وفيرة مخاطية. أسمي ده ميكويد كونكتيف تيشو. يبقى أنا خدت كم نوع من الكونكتيف تيشو؟ ثلاثة؟ لا كتير. خدت نمبر 1 لوس أليف، وبعدين وايت أديبوز، وبعدين براون أديبوز، وبعدين ريتيكولر، وبعدين ميكويد. حد فاكر ثلاث أماكن لتواجد ده؟ فين؟ أمبريكال كورد، حد السوري. بول أوف ذا تيث. لب الاسنان، وده مكان البيبكس يومر اوف ذا اي، الجسم الزجاجي جوه العين. احنا امبارح خدنا الكلام ده وخدناه يوم الخميس. النهارده جايين نكمل باقي انواع الكونكتيف تيشو. لو انا جيت سالت حضرتك كده ايه باقي انواع الكونكتيف تيشو؟ انا بقى عرفنا تاني للي قاعد مش فاكر. الكونكتيف تيشو مكون من ثلاث عناصر، ايه هما؟ سلس فايبرز وماتريكس. تاني مكون من ايه؟ سلز فايبرز وماتريكس. يبقى تاني كونكتيف تيشو مكون من سلز فايبرز وماتريكس. طب لو انا جيت قلت لك السلز كانوا كام خليه؟ 10، درسناهم من الاساس. والفايبر كام فايبر؟ 3. اساميهم ايه؟ كولاجين، الاستيك، ريتيكولم. والماتريكس يعني الماده اللي بتوجد في الخلفيه بتاعت النسيج ده. طب لو جيت سألتك كده نسيج دلوقتي هناخده اسمه وايت فايبرس كونكتيف تيشو. اسمه ايه؟ وايت فايبرس. اسمه ايه؟ وايت فايبرس. تفتكروا كده ايه عيش الاسم؟ وايت يعني لونه ابيض، وفايبرس يعني الياف. كونكتيف تيشو مكون من الياف بيضاء بالاساس. ايه هي؟ كولاجين ولا الاستيك ولا الريتيكولم؟
يبقى انا فهمت كده هو بيديني في العنوان بتاع الفايبر اساس تكوينه. ده اساس تكوينه الكولاجين فايبر. اساس تكوينه ايه؟ كولاجين. لو جيت سالت يبقى المكون الرئيسي في النسيج ده ايه؟ الكولاجين. ويعني ايه كلمه وايت؟ ابيض بالعين المبرره. بمعنى اسمه نسيج ضم او رابط لونه بالعين المجرده ابيض تطغى عليه الياف والالياف اسمها ايه؟ كارتون. هل كلمه وايت نعني بيها العين ولا تحت الميكروسكوب؟ قال لا الميكروسكوب ما فيهوش كلام ده. الميكروسكوب فيه الوان احمر وازرق والوان زي ما انت شايف. مالناش دعوه بكلمه وايت. وايت دي ايه؟ عين مجرده. واحد بيشرح في المشرحه جثه يلاقي ده لونه ابيض بالعين. اوكي؟ لكن تحت الميكروسكوب بالالوان دي. ايه ده بقى؟ النسيج ده عباره عن كولاجين اللي مرسوم في الصوره بالقلم الاحمر الغرف ده. والشرط الزرقاء دي الخطوط الزرقاء تمثل خليه اسمها الفايبروبلاست. واللون الابيض بقى الكميه القليله قوي دي. هو فين ابيض في الصوره؟ شايف الخط الابيض ده؟ شايف الخط الابيض ده؟ شايف الخط الابيض اللي فوق ده؟ دي بس كم الميتريكس الضئيل. يبقى الكولاجين بالعين المجرده ابيض لكن في الصوره هنا باين لونه ايه؟ احمر. طب والفايبروبلاست اللي هي الخليه اللي هنستخدمها في كونكتيف تيشو ده لونها ايه؟ الصوره ازرق. طب والميتريكس اللي هي لونها ابيض القليله دي قليله جدا. فاري ليتل اماونت من الميتريكس. تقدر تقول لي عناصر النسيج ده؟ اي نسيج ضحى ورابط ليه كام عنصر؟ ثلاثه. قول لي عناصر الثلاثه. سهل. اختار لي حاجه ثابته هنا. الفايبر نوعه كولاجين. والكولاجين لونه ايه بالعين المجرده؟ ابيض. لكن تحت الميكروسكوب يبان لونه احمر لو سمحت بالايزين العادي. طيب وايه الخطوط الزرقاء دي؟ انا ابتديت اعودك على الصوره عشان الامتحان العملي جاي كده. يعني مش كل الوقت هبتدي اشرح على دايجرام، هبتدي ادخلك صور حقيقيه. رغم ان هي مش واقعيه زي الدايجرامات قوي، يعني الدايجرام اقرب للمذاكره، لكن احنا هنمتحن في الاخر البراكتيكال على صوره زي دي. وهيسالك ايه الاحمر ده؟ تقول له ده فايبر. وهيسالك ايه الازرق ده؟ تقول له دي فايبروبلاست. وايه الابيض دي تمثل ايه؟ كميه الميتريكس ضئيله ولا كبيره؟ ضئيله جدا. لو جيت سالتك هي النوعيه الدمويه يعني البلاد فازلز لما بتيجي تدخل نسيج بتمشي في الفايبر ولا في السن ولا في الميتريكس؟ طب كمية الميتريكس قليلة، إذا كمية الأوعية الدموية قليلة في النسيج ده. قليلة ليه؟ قال لك لأن الميتريكس قليلة وبالتالي الأوعية الدموية اللي بتعبر النسيج ده قليلة. يعني جيت قلت لك الفاسكولاريتي، كلمة الفاسكولاريتي يعني إيه؟ التغذية. الأوعية الدموية قليلة ولا كتيرة؟ قليلة جدا. أوكي؟ لك الفاسكولاريتي. طب حتى شاطر فاكر الكولج اللي مدينا شرحناه قلنا خصائصه إيه؟ لكن بيسترتش ولا ريزيست ستريتش؟ يعني لو دي شديده كده بيتشد. لكن ممكن قد ايه يعني؟ فليكسبل. ينفع شده؟ ريزيست ستريتش. يعني ايه ريزيست ستريتش؟ مقاومه كذا. بمعنى لو عايزه حته فيها ضربه من الصلابه العاليه اروح حاطه النوع ده من الكونكتيف تيشو اللي اسمه ايه؟ فايروس كونكتيف تيشو. طب بص لي الصوره دي والفرق بينها وبين الصوره دي. الصوره دي حقيقيه من واقع الحياه، طبعا انت متضايق بس هو ده اللي بتمتحن عليه، فلازم تبتدي تاخد على الارض ده، اوكي؟ عشان تتاقلم معاه، وبعد كده تبقى متاقلم مع الزباله دي. لو جيت سالت حضرتك انت كان فاضل الطفل جاي سايبك مش فاهم حاجه خالص، وانا رحت قايله لك خلاني كونكتيف. قال وانت رحت مصدقني، لان انت لازم تصدقني، لازم في منه ثقه متبادله. قال وانا قلت لك قال النقطه السوداء دي قد ايه فايبر بار. قال وانت صدقتني. طب والابيض ده يمثل الميتريكس. قال انا رحت سالاك بذكائك المعقول اللي عايش فيه كنت متعوز بيه فسادا في الارض ده. لو جيت سالتك النوع ده معمول من كولاجين فايبر بلاست وميتريكس، يعني برضه اسمه ايه؟ وايت فايبر كونكتيف تيشو. ايه الفرق بين الصوره دي وما قبلها؟ شكل الصوره دي ايه؟ مرتبه. طب وشكل الصوره دي غير مرتبه بالميه. يبقى لو انا جيت سالت حضرتك الوايت فايبرز في منه نوعين، نوع منظم في الترتيب ونوع غير منظم بالمره في الترتيب. غير منظم يعني
تركيب المناخ في جميع الاتجاهات تدي قوه للنسيج اكتر. يبقى لو انا جيت سالتك مين اقوى من مين؟ الريجولر اقوى من الايه؟ من الريجولر. ليه؟ قال لك ربنا عمره ما خلق شيء كده في الحياه كان عبثا. يعني ليه ربنا يعمل لنا نوعين؟ اذا كانوا النوعين نفس الشيء تركيبهم فايبرز وسيلز وماتريكس واحد منهم اقوى من الثاني. الوايت فايبرز الريجولر اكثر قوه. ليه؟ قال لك هي الكولاجين بتريزيست ستريتش. لما احطهم متوازيين ريزيست ستريتش ان وان دايركشن. طب لما احطهم متداخلين كده ريزيست ستريتش ان اول دايركشن في جميع الاتجاهات in different directions. في نوع منهم قوي في اتجاه واحد ونوع قوي في جميع الاتجاهات. اوكي تماما. مين اقوى؟ الريجولر. ومين اقل شويه قوه؟ الريجولر. افتحي بقى النور يا رايس. طب ادوني بس قلم من هنا. اوكي ادوني قلم بس. بصوا بقى يا جماعه حبيبي ايوب انت بس الكاميرا من قدامك. اوكي عشان بصوا بقى لو قلت لك عندي نوع اسمه ريجولر ونوع اسمه ريجولر احنا واحنا بنذاكر مع بعض لان احنا مش هنذاكر معانا في البيت سيادتك يعني حضرتك. اوكي مين فيهم اقوى؟ مين اضعف؟ عربي قصير. تعالوا نحطهم في جسمنا. ده موجود فين؟ كورنيا. تلمس. يعني ايه كورنيا؟ حرامية. كله عارف حرامية. بص حبيبي فين الكورنيا في الآية؟ بص شايف لون عيني الأزرق ده؟ شايفه؟ كان شفتوه كويس. اوكي؟ يعني هي واحدة أزرق واحدة أخضر. اوكي؟ يعني ما ايه يعني سواتي او دي بس بصي كويس شايفه الزرقاء دي؟ اوكي؟ عليها طبقة شفافة نامعة. في حد شاكك في اللي انا قلته؟ لا 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 حسب ما حدث صدقة متبادلة. اوكي انا قلت ازرق يبقى هو ماشي حسب. طيب اللي هي اللون بتاع العين ده عليه طبقة شفافة نامعة تسمى القرنية. يبقى لون عيني ده ماليش دعوة بيه خالص. عليه طبقة شفافة لامعة شفافة انت مش شايفها تلمع اسمها الكورنيا. الكورنيا دي وات تايب اوف كونكتيف تيشو؟ ريجولار واي فايبرس كونكتيف تيشو. كمان موجود في التندن. ايه هو التندن؟ اوتار العضلات. التندن هو المطر بتاع العضلة. اوكي؟ طب والاير ريجولار موجود فين؟ سكليرا. ايه سكليرا ده؟ بياض العين. ايه البياض بتاع العين ده؟ على فكرة اسمه بالعربي الصلبة. الابيض بتاع عينك ده الريجولار وايت فايبرز كونكتيف تيشو. اسمه بالعربي الصلبة. الصلبة اي حاجة. يجي لي سؤال بروبلم سولفنج في الامتحان يقول لك وانت خدت بوكس في عينك. عرضت للتوبة. نتوقع مين اللي يفوز؟ الكورنيا ولا السكليرا من تأثير الأصلبة؟ نتوقع مين اللي يفوز الأول؟ مين أقوى؟ مين أضعف؟ كورنيا. يبقى مين أكثر عرضة إن هي تبص للتروما؟ كورنيا أكيد لأن أقل نوع من الكونكتيف تيشو. ومين أقوى؟ سكليرا. نوعها؟ إيرنج. يبقى بيقول لك إيه؟ جالهم قبل كده بيرسن سبجكت تو تروما. العرب بيسأل تروما. تروما اتخبط في حاجة. متوقع إن مين لو اتعرضت لخبطة إيه اللي يبص في عينه؟ سأل الطلبة. الكورنيا أكثر ولا السكليرا أكثر؟ لا أكيد الكورنيا بتتعرض لخبطة هي المعرضة إن هي تبوظ أكثر. أوكي؟ طب تاني حاجة ده موجود في التندن ده موجود في الليجمنت. ليجمنت يعني الأربطة. لو أنا جيت سألتك يبقى الأربطة بتاعت العضلات أقوى من الإيه؟ من الأمطار بتاعت العضلات. كمان ده موجود كبسول الكورنيا. يعني إيه كبسول الكورنيا؟ الغلاف الذي يغلف اعضاء جسمنا. الكبد مغلف بغلاف اسمه كبسول. الطحال مغلف بكبسول. اكيد ربنا اختار لي الكبسول بتاع الاعضاء الاقوى. الاقوى هو الايه؟ الارادي. طب ايه كمان؟ غلاف العظم اسمه بيري اوستيان. غلاف الغضاريف اسمه بيري كونتريان.
اكيد ربنا هو بيختار لنا الاغلبه، اختار لنا الاقوى. الاقوى اللي هو الايه؟ الار ريجولر. نيجي الترم الجاي تسال طالب طب البيت ممكن ده عباره عن ايه؟ الريجولر واي فاي كونكتيفيتي. تقول له طب والبيت كونكتيفيتي ده عباره عن ايه؟ ماما اتفكر كنت شفته. اوكي اللي هو عباره عن ايه؟ الريجولر واي فاي كونكتيفيتي. خلاص؟ طب ايه كمان؟ موجود فيه كمان؟ بص يا حبيبي فاكر رسمة الجلد بتاع امبارح؟ اه فاكر القرف ده؟ اه طيب ما حدش فاكر حاجه. طيب بصوا بقى الجلد بتاع طبقه خارجيه اسمها ايبي ديرمس توازي ايبيثيليوم. يعني ايه؟ بصوا يا جماعه هتتعود بعد كده. انت بص حبيبي مفيش حاجه اسمها عين، مفيش حاجه اسمها كبده، مفيش حاجه اسمها طحال. تعالى كده كبده والطحال والعين والكلام ده، لا انت بعد شويه هتترجم اللي انا بقوله ده لامثله. يعني لما اجي اقول لك ده الجلد، انت كدكتور تفهم الجلد ده نسيجين، نسيج اسمه ايبيثيليوم وتحتيه نسيج اسمه كونكتيف تيشو. يبقى لما اجي اسالك جلدك ده مركب من ايه؟ تقول لي نمبر 1 مكون من ايبيثيليوم واسفله كونكتيف تيشو. احول كل حاجه في جسمي لانسجه. اجي اقول لك عينك تقول لي استني الكورنيا ريجولار وايت فايبر. طب السكليرا ريجولار وايت فايبر. طب والريتنا الشبكيه نيرفس تيشو نسيج عصبي لسه ما خدناهوش وهكذا. يبقى كل جزء في جسمك هتقسمه في الاخر لايه؟ الى انسجه هتوصله في صوره نسيج. تمام؟ الدرمس اوف ذا سكين عباره عن كونكتيف تيشو. يبقى كلمه الدرمس ده تركيب. يعني لما تروح الواحد بتاع جلدية يقول لك طبقة الأدنى، طبقة مش عارفة ايه، طب ايه هي ايه بقى الأدنى دي؟ الطب يفهم ان الدرمس اوف ذا سكين دي عبارة عن ايه؟ كونكتيف تيشو. عبارة عن ايه؟ كونكتيف تيشو. تنفصل طبقة الجلد اللي اسمها درمس الى مكانين، نمرة واحد ونمرة اتنين. اتنين دي طبقة كبيرة قوي. كل ده الطبقه الاولى دي اللي عامله زي الاوبرا، شايف الاوبرا دي؟ انتباه دي، شايف الاوبرا دي؟ اوبرا، شايف الاوبرا دي؟ خباب اهي، خباب اهي، شايف الاوبرا اللي انا صللتها دي؟ الاوبرا دي اسمها بابيلاري ليير، اسمها ايه؟ بابيلاري، اسمها ايه؟ بابيلاري، كلمة بابيلي يعني ودان، خباب، البابيلاري ليير خدناها امبارح، لوز كونكتيف تيشو. طيب والطبقة الكبيرة دي اسمها ريتيكولار لاير، اسمها ايه؟ ريتيكولار. ونوعها الريجولار وايت فايبرس كونكتيف تيشو. ونوعها الريجولار وايت فايبرس كونكتيف تيشو. يبقى لو جيت سالتك الادبه بتاعت الجلد، عشان ما حدش يضحك عليك البرامج اللي بتطلع في التلفزيون يقول لك كويسه قوي الادبه بتاعت الجلد وباظت وحقنها مش عارفه ايه واعمل ايه، تبقى فاهم انت بتقول ايه. يبقى الادبه بتاعت الجلد حتتين، حته اسمها بابيلاري وحته اسمها ريتيكولار. البابيلا اللي بطل كونكتيف تيشو لوس اليفر. طب والريتيكولار بطل كونكتيف تيشو الريجولار وايت فايبر. خلي بالك الكلمه خادعه، هي اسمها ايه؟ ريتيكولار لاير. يجي لي في امتحان الام سي كيو يقول لك ريتيكولار لاير اوف ذا سكين معموله من ريتيكولار كونكتيف تيشو عاطفيا وبيلعب على النقطه العاطفيه اللي عندك الضعيفه. هو مسميها ريتيكولار لاير بس هل هي معموله من ريتيكولار كونكتيف تيشو؟ معموله من ايه؟ الريجولار وايت فايبرز كونكتيف تيشو. ممكن اسالك ليه اتعملت من الريجولار؟ لانه قوي جدا. انت متخيل جلدنا ده في اقوى انواع الكونكتيف تيشو؟ ليه؟ ده تخيل الجلد ده ممكن يعيش 50 سنه كده من غير ما يتعب. لانه معمول من ايه؟ من الريجولار وايت فايبرز كونكتيف تيشو. بمرور السن السن اللي هنا اللي اسمها الفايبروبلاست اللي عايشه ما بين الالياف دي بتطلع ولا تنتج فايبر، ايه اللي يحصل لكم الفايبر؟ يعني وايه اللي يحصل لسمك الطبقه؟ يضع يصبح الجلد طبقات ايه؟ رقيقه قابله للايه؟ التجعيد. خلاص؟ يبقى لو جيت سالتك كده يبقى يعني ايه التجعيد بتاع الجلد اللي بيقول عليه ده؟ يعني عباره عن ايه؟ ايه اللي وقع من الجلد؟ هدي؟ من مين؟ فايبرز. والفايبر دي اللي مديه الجلد الصلابه بتاعته والتماسك بتاعه لما كميتها بتقل نتيجه ان الخلايا بقت خليله ومعجزه بقت اول سنه عجوزه مش قادره تنتج فايبرز.
لما يبقى فايبري ان ايه اللي يحصل لحجم الجلد بتاعنا يبقى رقيق قوي، ولما يبقى رقيق يبقى ماشي مشدود كده ومفروض بدا يبقى ريداندنت كده يعني يبتدي يحصل ايه في الجلد ترهل وتجعد بعد كده. اوكي فهمت يعني ايه؟ عرفت يعني ايه سنتات القلوب كولاجين؟ يعني ايه هو بيديله حقنه بيديلها حقنه تعوض الكولاجين ده اللي هي فقدته. خلاص طب يبقى انت فهمت هو ايه العلاج ده. طب يبقى لو انا جيت سالتك كده كمان موجود الريجولار واي فاي فين ريتيكولا لاير اوف ديرمس اوف سيستم. خلاص كده حد يقول لي كده ان الريجولار موجود فين؟ نمبر 1 سبيرا. انت معايا سبيرا ايه السبيرا ده؟ ابيض العين ليجامنت. ليجامنت ايه ليجامنت ده؟ ربطه كبسوله فورجن غلاف الاعضاء بيري اوستيوم غلاف العظام بيري كوندريا غلاف القضاريف من الخارج وايه كمان؟ ريتيكولار لاير اوف ديرمس اوف سيستم. خلاص حد يقول لي كده مين اكثر صلابه بابيلري ولا ريتيكولار؟ ريتيكولار. طب البابيلري دي كانت معموله من ايه؟ من لوز كونكتيف تيشو غني بالدماغ الغني بالاوعيه الدمويه ده لتغذيه خلايا الابيدرمس التي فوق. يبقى ده ربنا خلق لنا الحته الصغيره دي غنيه قوي بالتغذيه الدمويه لتغذيه خلايا الابيدرمس. طب وفي نفس الوقت ده ما فيش بنغذي كتير قوي بس في نفس الوقت معمول من ايه؟ من كولاجين كثير الصلابه. اوكي؟ لو انا جيت سالتك كده ايه الفرق بين ريجولار والريجولار وايت فايبرز كونكتيف تيشو؟ كولاجين اذا هو كده في صوره مرتبه يبقى ريجولار، كولاجين اذا هو كده في صوره غير مرتبه يبقى ريجولار. في جدا الاحوال بينهما خلايا تسمى فايبروفلاست وكميه ميتريكس قليله. لو جيت سالتك مين اكثر قوه؟ النوع الريجولار موجود فين؟ كورنيا. يعني ايه كورنيا؟ قرنيه. ايه فين القرنيه؟ طبقه شفافه امام لون العين انت مش شايف. انت شايف لون عينك بيلمع، اللمعه اللي فيه دي اسمها كورنيا قرنيه. طب تمام؟ تندر. ايه التندر ده؟ الاوتار بتاع الاعضاء. طب النوع ده موجود فين؟ نورما سبيرا. يعني سبيرا بياض العين، ابيض العين. طب وليجامنت؟ اربطه. كبسول؟ غلاف الاعضاء. باري اوستين غلاف العظم. باري كونتين غلاف الغضاريف. ريتيكولار لاير اوف ديرمس اللي هي عباره عن طبقه داخليه في الايه؟ في الجلد بتاعنا. نترجمهم ولا خلاص؟ نترجم. هاتوا عشان العيال اللي قاعده ايه طيب؟ وايت فايبرز كونكتيف تيشو. الاستراكشر معمول من خليه اسمها فايبروبلاست. وفي زيها فين؟ في الريجولار. يبقى الريجولار والريجولار هم كله ده تركيب حاجه واحده. سواء ريجولار او ريجولار معمول من فايبر اسمها كولاجين فايبر باند ان باند. كلمه باند يعني مكدسه مجمعه، ان باند يعني في اذن. مينيمال اماونت اوف ماتريكس يعني الماتريكس كده جنبيها مينيمال اماونت. كلمه مينيمال اماونت يعني كم ضئيل يعني بتفسرها بور فاسكولاريتي. مش هقولها تاني. يعني ايه فاسكولاريتي؟ الاوعيه الدمويه التغذيه بتاعته كويسه ولا ضعيفه؟ ضعيفه. كاركترستيك فيري دنس. يعني ايه فيري دنس؟ مكدس. لو جيت سالتك هو مكدس ليه؟ يعني غني بالخلايا ولا غني بالالياف؟ الالياف صح. تخيلوا ان الناس الان بيجي في الامتحان بيقول لك اتس كونسيدرد از فاير دنس تايب اوف كونكتيف تيشو ديو تو بري دوميننس اوف دي كولاجين فايبرز ولا بري دوميننس اوف دي ماتريكس ولا بري دوميننس اوف دي فايبروبلاست. خلاص خلاص. طب يا بقى لو جيت سالت حضرتك كده very dense due to great predominance. يعني ايه كده predominance؟ دي يعني ايه؟ سائل. قلناها 100 مره. يعني يعني predominance يعني ايه؟ سائل. collagen fibers with few cells with white and fresh skin. يعني ايه white and fresh skin؟ لونه ابيض بالطبيعه. fresh يعني من غير سبب. محدش ينتظر اللي يشوف تحت الميكروسكوب ابيض. لما اجي تديكم ميكروسكوبات بعد كده هتشوف لي فين الابيض؟ مفيش لون ابيض ده في العين. خلاص؟ ريزيستنت اند ليس فليكسبل. يعني ايه ريزيستنت؟ مقاوم للشد. ليس فليكسبل اقل مرونه. في ينتظر الى نوعين، نوع اسمه ريجولر ونوع اسمه ريجولر. الريجولر ريجولر ريارينج كولاجين باندرز ترتيب ريجولر يعني مرتب، ارينجمنت يعني ترتيب كولاجين باندت حسب من الكولاجين.
and in between them fibroblasts and rows. يعني row أصفف من الفايبروبلاست. طب والإيريجولار يعني كولاجين بينهما صفوف من الفايبروبلاست. طب الإيريجولار irregular arrangement of collagen يعني ايه irregular غير منظم scattered the fibroblast يعني ايه كلمة scattered منتشرة ومتفرقة خلاص النوع الاول موجود في التندر والكورنيا يعني ايه تندر والكورنيا يعني طب والنوع التاني موجود فين reticular layer of nerves of skin في حد قاعد عبيد مش انت ما يعرفش فين reticular layer of nerves of skin ليجمنت يعني اربطه سكريره صغيره العين كبسوله فوق ولاد الاعضاء بيري اوستيس ولاد العظام بيري كامبريم ولاد العظم اللي يعتبر ايه؟ فانكشن النوع الاول وذ ستاندنج ستريتش ان وان دايركشن يقاوم الجذب او يتحمل الجذب في اتجاه واحد معناه يعني ايه؟ يتحمل القوى اللي وقع عليه في اتجاه واحد وذ ستاند يعني يتحمل ستريتش يعني الشد او الجذب in one direction يعني في اتجاه واحد التاني with the standing stretch in different directions في اتجاه متعددة أقوى دي بقى لو جيت سألتك مين الأقوى اكتبها بالعربي الإيريجولار الستين هو الأشهر مركب في النسيج ده اسمه ايه؟ كولاجين امبارح حد نسى بخد الكولاجين حد فاكر؟ الاسم المجروب بتاعكم مالي ترايترو المجروب بتاعك اسمه ترايترو أشهر سبب بالنسبة للكولاجين اسمها المالوري ترايبرو اسمها ايه؟ مالوري ترايبرو طيب لو جيت سألتك خدت امبارح سببتين تانيين من الكولاجين فانجيسوس تسموه بلوت ريد بليزين بينك السببات دي انا مش بقلب ده المفروض خداهم امس عيلوبنا عيلوبنا يا شبتولا ده فلو معنى ده خلاص؟ صار الدكتور ده في الملاية ايه النور وانت وما بينهم فايبروبلاست
هو يده لانه بالعين ولا تحت الميكروسكوب بعينك المجرده وانت بتشرح في المشرحه تلاقي لونه يلو انتلس يعني ايه نصيب مطاط يعني كده مش مطاط يعني بيروح ويرجع يعني كده بيروح ويرجع يعني يتشد ويرجع مره ثانيه تتم ريكويل يعني انكريش. طب لو جيت سألتك كده النوع ده اسمه نسيج مطاطي اصفر واصفر ده تحت الميكروسكوب ولا في العين؟ العين. اخر مره بص حبيبي يلا حبيبي يلا شوف مكون من ايه؟ نمبر 1 دول فايبرز اسمهم ايه؟ بلاستيك وما بينهم دول خضر فايبرز وايه؟ مين الطاغي على النسيج؟ الفايبرز اللي اسمها ايه؟ يدو ده البري دومينانت يعني ايه بري دومينانت؟ الحاجه السائده في النسيج. ايه ده يعني انت فهمت ان الحاجه السائده في النسيج ممكن تكون خلايا او ممكن تكون ايه؟ الياف. اديني نسيج سائد عليه خلايا بري دومينانت في السلس. لوز اند كان سائد فيه خلايا كميه. طب وهنا مين اللي سائد؟ اتفقنا؟ افتحي بقى النور وتشوف بصوا بقى ايه؟ النوع ده اسمه يلو الاستيك مكون من ثلاث عناصر نمبر 1 فايبرز اسمها ايه فايبرز؟ نمبر 2 سلز اسمها ايه سلز؟ فايبرز نمبر 3 ماتريكس وكميتها قليله ولا كتيره؟ النوع ده ستراتش اند ميمري كويل يعني يتمتع بالمرونه بالمطاطيه بالالاستيسيتي خلاص؟ النوع ده اللي موجود فين؟ ليجامنت. واحد يقول لي لسه قايله الليجامنت معمول من ايه؟ الريجولار واي فاي وكمان يلو الاستيك. يبقى اول حاجه الليجامنت، يبقى واحد يقول لي الليجامنت فيه نوعين من الكونكتيفيتيشن، في ايه وايه؟ يلو الاستيك وفي كمان الريجولار واي فاي. اصل الليجامنت لازم يكون مطاطي. طب اديني امثله للليجامنت، اربطه. الرابط اللي موجود على ظهر الرقبه اسمه ليجامنتم نيوتي. Okay.
الشعيبات الهوائيه، الحويصلات الهوائيه، الجهاز التنفسي كله عشان يتمدد بالهواء لازم يتوسع كل التجويف الصدري ده، وبعدين خرجت الهواء منه. فالحاجات دي كلها حصلها ايه؟ انكماش. اتساع المجال التنفسيه دي بالهواء زي ايه؟ قصبه هوائيه، شعب هوائيه، شعيبات هوائيه، حويصلات هوائيه. قصبة هوائية تراكية، شعب هوائية برونكاي، شعيبات برونكيوز، حويصلات انفيلاي، كل دول لازم يتسعوا بالايه؟ بالهواء. يبقى كمان موجود فين؟ ريسبيراتوري باسجز. طب وفين كمان؟ لارج باسجز، لارج ارتس لايك اورتا. يعني ايه لارج باسجز؟ الاوعية الدموية، الشرايين الكبيرة. أبري يعني شريان. بص يا جماعه، ما تقولش شرايين وتسكت، اصل ممكن اجيب لك شريان قد كده. هل الشريان قد كده ده مطلوب منه ان يتمدد بالدم؟ لا. طب هل الاورده تمدديه قوي بالدم؟ لا. امال الشرايين الكبيره بس؟ اديني مثال. أبري كبير في الاوهر او الاورده، هو اللي مطلوب منه ان يتمدد عشان يستوعب كل الدم اللي جاي من الهارت جيرنج سيستم اثناء انقباض القلب ودفع الدم. اول شريان بيستوعب الدم هو الشريان الاورطي، فلازم يكون يزيد ارمي زفت الطين اللي في ايدك يا حبيبي. خلاص؟ يبقى انت يزيد ايه؟ حبيبي. لكن ايه؟ زفت الطين هو اللي لازم ترميه. احنا عايزين نقول اورطه وزفت. وانت يا زيد تتكلم مين في التليفون؟ I'm going to go to the hospital.
في اللعب كويسترات هوائية فوق الفوت الأحبال الصوتية صم لجمال بعض الأربطة لجمالتهم في العظم العظم جوينينج فيرتبري فيرتبري عظمات العمود الفقري الفيرتبري اللي هي عظمات العمود الفقري الفقرات يعني لجمالتهم نيوتي الرقم suspensory ligament of penis penis and the other second function we have great elastic power يعني great elastic power قدرة عالية على المنطقية يعني حد فاكر امبارح خدنا elastic fiber في التسيب في ثلاث سنتين يزيد penis ويزيد يحميل رعب وبالفن شيسة مين أكثر عنصر سائل؟ إلاستيك فايبر فيها ثلاث صبغات خدناها من صبغة اسمها إنزيم تيتيرون تين خدنا صبغة اسمها أورسين يا حلوين تيتيرون خدنا صبغة اسمها إسكايلين تكملي في الفراغ خدنا صبغة اسمها فان جيسون لون كامل مين أكثرهم شهرة أورسين يا حلوين مين اللي تيجي في الامتحان حلوين أورسين يفتح لي شابتر اسمه ابيتي يلا انا كنت في ساعه يعني ايه ده؟
اثناء تكون الجنين في بطن امه. كان ثلاث طبقات بس من الخلايا. طبقه خارجيه تسمى الاكتوديرم، وطبقه وسطى تسمى الميزوديرم، وطبقه داخليه تسمى الاندوديرم. اوكي، تخيل انت بطولك بعضك في مصطفى الطويل اللي جايه من ايكتوديرم عملت لي ابيديليم بتاع
digestive tract. يبقى انتو دير عمل لي ابيثيليوم بتاع الدايجستيف. طب والميزو دير عمل لي ابيثيليوم او سيريس ميمبرين. طب والانتو دير عمل لي ابيثيليوم بتاع السكين. اوكي لو جيت سألتك في مهام الام سي كيو منشأ خلايا الابيثيليوم من اني طبق طبق جديد الدهن اديني مثال وقد يكون رقيق
وسط بين الخلية والأخرى. Little intercellular space. الخلايا من سطحها الأعلى free ومن سطحها الأسفل basement membrane اللي هو ممكن يكون تخين أو رفيع. تحت الإبيدية basement membrane وتحديده connective tissue. خلايا الإبيدية لا تسمح بمرور أوعية دموية ولا أوعية لمفاوية بينها. connective tissue كان بيسمح بمرور إيه؟ الأوعية عادي، لكن النسيج ده لا يسمح بمرور إيه؟ لا أوعية دموية ولا أوعية لمفاوية. ما الخلايا دي تسمح بإيه؟ مرور الأعصاب فقط، نور فقط. طب المعلومة الثانية، تتلقى الغذاء من إيه؟ الفيوجن من الأندرلاين connective tissue. تستمد غذائها من connective tissue الذي يوجد أسفلها. فكان معاه بصير. يبقى السمس دي عبارة عن إيه؟ number one crowded cells. With little or minimal intercellular spaces between cells. In some cells, in the upper surface free, while the lower surface resting on the basement membrane. Cells, no blood vessels or lymph vessels can penetrate between cells. بس مين اللي يقدر يعدي؟ Nerve fibers. Okay? بتاخد nutrition rate from the underlying connective tissue by the tissue. تستمد الغذاء من النسيج اللي تحتيها بالايه؟ السنس دي لو باظت يحصل لها ريجينريشن تجدد. هي خلايا النسيج العصبي بتتجدد؟ لا يمكن تتجدد خلايا النسيج العصبي، لكن خلايا النسيج الضلعي من الممكن ان تتجدد. ايه ده يعني؟ انسجه جسمنا فيها حاجات بتتجدد وحاجات لا. من ضمن الانسجه اللي ممكن تجددها ابيديميا ريجينريشن. يعني ايه كلمه ريجينريشن؟ تجدد او إعادة بنائها مرة تانية. أوكي؟ كل دي أنا سميتها خصائص النسيج الطلائي. طب لو جيت سألت حضرتك كده خصائص النسيج الطلائي إيه؟ نمبر 1 يلا يلا يا كان كم كان محمود لكن intercellular space in between cells. يلا يا يحيى قول السنس الأبر سيرفيس بتاعها اللور سيرفيس resting on the basement membrane. اللي تحت البيسمنت ممبرين connective tissue. لو جيت سألت حضرتك كده بتسمح بمرور أوعية دموية يا زين؟ تسمح بمرور أوعية لمفاوية؟ لو باظت تبدل ولا لا تبدل؟ regenerate. بصوا يا جماعة أنواع الإبيديميا اللي لازم دراستها. الإبيديميا اللي احنا شايفينها اسمه سيرفيس إبيديميا، وكلمة سيرفيس يعني إيه؟ سطحي، ونصف بكلمة سطحي. يغطي الجسد من الخارج ويبطن الجسم من الداخل. يبقى كلمة سطحي ما قصدش بيها السطح الخارجي، أمال إيه؟ السطح الخارجي والداخلي. في كل الأحوال بسميه سيرفيس إبيديميا. افتحي بقى النور في بتاعنا. بصوا بقى لو الابيثيليوم بتاعي خليه الابيثيليوم اهي حتى تحور لتعمل عمل عضلي. واحد يقول يعني ايه ابيثيليوم ولا عضله؟ اقول لك هو ابيثيليوم بس شغله زي شغل العضلات. هي العضلات وظيفتها ايه؟ قال لك طب لو ده زودته بالياف زي الاكتين والمايوسين كده هيصير يعمل عمل عضلي. اسميه في الحاله دي مايو ابيثيليوم. أسميه مي. يعني مي خلايا الإبيثيليوم دي ممكن تتجمع لتعمل غدة وسميه جلاندولر. وسميه جلاندولر. يعني كلمة جلاندولر إبيثيليوم عامل غدة. إيه ده؟ يعني خلايا الإبيثيليوم تتجمع وتعمل غدة. يقول لي يعني إيه؟ بتضحكوا علينا. لما تاخد الغده الطرفيه هلاقيها معموله من ابيثيليوم؟ يس. طب لما نيجي ناخد بعد كده الغده النخاميه اللي في المخ اللي بتفرق لنا هلاقيها معموله من خلايا ابيثيليوم؟ يس. طب لما نيجي ناخد غده الباراطيد اللي هتدور السنه الجايه الباراطيد دي الغده اللعابيه هلاقيها معموله من ابيثيليوم؟ يبقى خلايا الابيثيليوم قد تتجمع لتعمل غده. عايزه اقول تعمل غده جلاندولار ابيثيليوم.
بيعمل عمل غدد. اسمه ايه الغدد ده؟ الاندي. اسمه ايه؟ الاندي. خلايا اللي فيه قد تزود بعصب سنسري. سنسري يعني ينقل الاحساس وتعمل عمل ريسبتور. يعني الخليه اهي وتستقبل احاسيس توديها للمخ. قسمني خليه الابيثيليوم المستقبله للاحساسات نيورو ابيثيليوم. اسميها ايه؟ نيورو. يبقى انا عندي كام نوع كتير الناس ما درستهم. النوع الاول هقول على سطح من بره، على سطح من هنا وجه انا بطوله يعني اصابيه دي سطح سطحي يعني على سطح الايه الخارجي خارجي بس ده اسمه سطح سر ده بيدوم يعمل عمل عضله ميه يعمل عمل غده يعني تتجمع دي اسمها ايديتيريوم دي اسمها ايديتيريوم دي ايديتيريوم يتجمعوا يعملوا غده. غده زي ايه؟ غده الدرقيه، غده الرخاميه، غده العاديه، اي غده. ده بتجيبها عباره عن نسيج ايه؟ ابيديتي. وقد يتحول انه يعمل عمل ريسبتور. يعني ايه في ريسبتور؟ مستقبل. يلا حبيبي يلا ايوه افتح بتاع النور ده اسمه نور. تفتكر لما نيجي نبتدي في ابيديتي هنبتدي في انهي نوع؟ Okay.
طبقات مسطحة زي ده. اوكي يبقى ده اسمه ايه؟ اللي بتيجي ده اسمه ايه؟ سيمبل ولا ستريتيفايد؟ سيمبل سويت اسمه ايه؟ انا سميته حسب شكل الايه؟ السلت. السلت مفضحه يبقى اسمه سكويت. طب بصوا ده يعني بين الخلية والأخرى. مينيمال يعني قليل.
الأبر سيرفيس إز فري. السطح الأعلى من الإبيثيليوم حر، يعني مفيش حاجة لازقة عليه، يعني مش ملازق في شيء. البيزال سيرفيس، البيزال يعني القاعدة بتاعت الخلايا. ريست أون ذا بيزمنت ممبرين، بيزمنت ممبرين يعني خط قاعدي. Which may be clear or unclear. Clear يعني واضح، not clear يعني غير واضح. ونقصد بيها سميك ورفيع. نقصد بيها سميك ورفيع. Blood vessels and lymph vessels، أوعية دموية وأوعية لمفاوية. Cannot penetrate. Penetrate يعني تخترق. Between epithelium. But nerve can. لكن الأعصاب تستطيع. الإبيثيليوم إيفاسكولر. يعني إيه إيفاسكولر؟ عديم التغذية الدموية. إيه يعني عديم؟ فاسكولر يعني عديم الأوعية. إيه يعني نف؟ ينفي. فاسكولر يعني ننفي وجود أوعية. لا يوجد به أوعية دموية ولا لمفاوية. Receive nutrition. غذاء. By diffusion. انتشار. Underlying the connective tissue من connective tissue الأسفل. High power of regeneration. Regeneration يعني تجدد. كيف ما في regeneration؟ Renew. Origin of the BT. Ectoderm زي خلايا السكين. Mesoderm serous membrane. إيه serous membrane؟ دي ectoderm الأخلاق. خلايا القلب والرئة والأحشاء. اللي هم بيريكارديوم بلورا بيريتونيل. اسمهم على بعض سيريس ممبرينز. السيريس ممبرينز دول اللي هم البيريكارديوم بلورا بيريتونيل غشاء التمور والبلوري والبيريتوني. القلب والرئه والاحشاء. انتو دار موجوده في الجاسترويندستاينال تراكت الأنبوبة الهضمية. تراكت يعني القناة الهضمية. Epithelium can be classified into surface epithelium. سطحي. وانت بقى نتكلم سطحي يعني يكفر ال surfaces of line the body cavities. Glandular epithelium modified to give secretion يعني بيعمل عمل غدة. يعني epithelium مكون للغدد. Neuroepithelium cells modified to act as a receptor. مستقبلات. Modified يعني تتحور لتعمل عمل مستقبل. Myoepithelium ليها contractile function. وظيفة انقباضية. Contractile يعني ينقبض. Surface epithelium classified according to number of layers. يقسم حسب عدد الطبقات into simple أو استراتيفايد. اكتب جنب السمبل طبقة واحدة من الخلايا واستراتيفايد طبقات يعلو بعضها البعض مترصة فوق بعضها البعض. ادي بقى المرة الجاية حتى عبيط يقول يعني كلمة سمبل تشوفي لأن هبتدي أعطيك في الدرس. سمبل إبيثيلي اسمه سمبل لأنه معمول من one layer of cell resting on a basement membrane. أنواع سمبل سكويرس يعني سكويرس قشور سمك اللي هي خلايا مسطحة زي قشور السمك. سمبل كيوبيكال مكعبة. سمبل كولامنر عمودية. سمبل كولامنر سيرييتد مهتمة. سودو ستراتيفايد كولامنر إبيثيليوم الكاذب.